أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة لتفاصيل الكشف عن الخلية الإرهابية المنفذة لحدث مقتل المواطن نبيل حبشي. ففي أقل من 48 ساعة نجحت وزارة الداخلية في كشف الخلية الإرهابية المنفذة لحدث مقتل المواطن المسيحي نبيل حبشي في منطقة الأبطال بشمال سيناء. جهود وزارة الداخلية تكشف عدم إيلاء الأجهزة الأمنية أي جهد في الدفاع عن أبنائها وتحقيق العدالة، فالجميع أبناء لهذا الوطن في ظل حكومة تبذل الغالي والنفيس لحماية أبنائها. أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارا لجهودها في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد. فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حدث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء، وكشفت التحريات اطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عباداتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة. وأضافت الداخلية أنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات، وأسفرت نتائج الرصد عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة بسيارة ماركة ربع نقل نيسان بيضاء اللون بهدف الإعداد لارتكاب عملية عدائية، حيث أمكن إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة. وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات وبالتعامل معهم، أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم، وعثر بحوزتهم على ثلاثة أسلحة نارية وحزام ناسف وقنبلة يدوية وكمية من الطلقات الآلية. وتبين أن من بين العناصر التي لقيت مصرعها القيادي الإرهابي محمد زيادة سالم زيادة واسمه الحركي عمار، والذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية، وتولى الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، كما تولى مسؤولية توفير الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية. والإرهابي الثاني هو الإرهابي يوسف إبراهيم سليم واسمه الحركي أبو محمد المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجستي، كما جاري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حدث مقتل المواطن نبيل حبشي، حيث أمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من جهاد عطلة سلام عودة وأحمد كمال محمد شحاتة وخالد محمد سليم حسين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات. أعلنت وزارة الداخلية أنه استمراراً لجهودها في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد،
فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حدث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء. وكشفت التحريات اطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عباداتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة. وأضافت الداخلية أنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات. أسفرت نتائج الرصد عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة بسيارة ماركة ربع نقل نيسان بيضاء اللون بهدف الإعداد لارتكاب عملية عدائية، حيث أمكن إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة. وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم، وعثر بحوزتهم على ثلاثة أسلحة نارية وحزام ناسف وقنبلة يدوية وكمية من الطلقات الآلية. وتبين أن من بين العناصر التي لقيت مصرعها القيادي الإرهابي محمد زيادة سالم زيادة واسمه الحركي عمار، والذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية، وتولى الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، كما تولى مسؤولية توفير الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية. والإرهابي الثاني هو الإرهابي يوسف إبراهيم سليم واسمه الحركي أبو محمد، المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجستي، كما جاري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حدث مقتل المواطن نبيل حبشي. We'll be right back.